أهلا بكم من جديد، وما زلنا في الفن ولكن في زمن آخر، وفي أكيد زي ما نقوله أوضاع أخرى، مش أوضاع زي ما نقول مستقرة أو هادئة. الفن في زمن الحرب لازم يكون الفن له رسالة كبيرة أكيد يوصلها خلال الحرب، مهما كان هذا شدة الحرب أو الأوضاع. حنستقبله معنا زميلنا جاد سنوسي حتى يحكي لنا على هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك. مساء النور. الاسم سنوسي جاد. سنوسي جاد. جاد السنوسي. لا عادي. لا سنوسي جاد. أنا نقول جاد السنوسي. يقولوا اللي سمى أخوك سماك، بس هذه اللي سمى باتك سماك. بالضبط أكيد رحبوا بالسيد. مرحبتين بك. جاد المولى. الفنان القدير اللي دائما نحن نعتز به. خلينا نبدو في البداية الفن في زمن الحروب. الفكرة أعتقد أن هي واضحة عن طريق العنوان، أن هي تعرف أن هل بجديات ديما نسمع نحن أن مفروض في أوقات الحروب والأوقات الصعبة والأزمات الإنسانية لما تكون صعبة، هل نمحو الغناء مثلا على سبيل المثال، نمحو المسلسلات، نمحو كل هذه الأمور ونركز في أمور ثانية، ولا لازم يكون في الفن فيه رسالة في هذا الوقت بالذات؟ بالضبط، هو الفن في الحرب سلاح ذو حدين. تقدر مثلا بإمكان التسامي عن الأحقاد، وبرضو بإمكان تغذيتها، عرفت؟ زي ما في أغاني مثلا تدعي للسلام وهكي، في أغاني تحشد وتعبي يعني. صح بالضبط، هذه الفكرة. خلينا مشاهدينا نشوفوا هذا التقرير ليشرح لنا الموضوع شوي. مش وقت فن توا، نحن في حرب، هيك يقول أغلب الناس لما تشوف حد يعزف أو يغني في الفترة اللي تحصد فيها آلة الحرب الكثير من الأرواح. مرات عندهم وجهة نظر، كونهم يعتبروا أن الفن ما يقدرش يكون وسيلة للتعبير عن الحزن أو المقاومة أو طريقة مهد للسلام. لكن في الواقع للفن تاريخ ما نقدرش نتجاهله، خصوصا في فترة الأزمات اللي مرت بها البشرية على مر العصور، اللي مش ممكن حصرها والحديث عليه بشكل مبسط. في لبنان مثلا فترة السبعينات كان للرحابنا دور كبير في ترسيخ فكرة وحدة لبنان من خلال مسرحياتهم وموسيقتهم، كونهم في هذيك الفترة كانت تشهد تمزق في النسيج الاجتماعي نتيجة الحرب الأهلية. وحتى في مصر كان للفن دور أساسي في إظهار جانب آخر من أشكال المقاومة عن طريق السينما والمسرح والموسيقى بالفترة اللي شهدت فيها مصر الحرب مع الكيان الصهيوني. وفي الغرب فترة السبعينات والثمانينات قدروا مجموعة من الفنانين عن طريق أغانيهم وموسيقتهم التغلب على مشاكل واجد، وكان من أهمها العنصرية اللي في وقتها كانت الخطر اللي يهدد تماسك المجتمع. الفن يقدر يكون كل شيء وفي أي زمان، الفن الجبهة الوحيدة اللي تحارب القبح، ومن أهم أشكاله ووسائل الفن إنه يقدر يكون يد السلام اللي تمتد للجميع، زي ما قال العندليب الأسمر لما أنهك المرض في آخر حياته: نفسي أغني أغنية عن السلام حتى يعرف العالم إننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. تقرير الفن في زمن الحروب، هذا التقرير يلخص بشكل عام السنوسي كيف كان الفن بصراحة، له قيمة وله أهمية وله أنه لازم يكون في أي وقت من الأوقات حتى أوقات الحروب. أكبر دليل على ذلك أعتقد مصر، يعني كنا حبينا الأغاني الوطنية أيام السادات وأيضا أيام جمال عبد الناصر، بأن الفن يحفز الروح الوطنية، يعطيك مشاعر وطنية أكثر، يخليك مهتم بالقضية أكثر. شو رأيك في الموضوع؟ الفن طبعا لابد أن يكون سامي وترفع على كل الانتماءات وكل الخلافات، وهو بالنسبة لنا هو النظر للحياة بعين الجمال يعني. ففي ناس تقول لك فعلا يعني مش وقت فن توا، نحن في زمن حروب وقتل وكذا، فهم يعتبروا في الفن نوع من الترف أو الترفيه، بل هو بالعكس هو وسيلة تقدر تقوم بيها، تقدر تعبر بيها، تقدر مثلا يعني قصدي بالضبط تعبير حتى عن مشاعر يعني عن مشاعر بالضبط. فكذلك في أغاني فترات الحروب أو مسرحيات أو مسلسلات أو سينما أفلام سكنت في وجدان الناس وغيرت حتى من مفاهيمها. فهذه يعني في أيضا رسومات قاعدة إلى الآن عرفنا أن كانت في معارك وكانت في أزمات عن طريق
نحتيات معينة عن طريق رسومات معينة إلى وقتنا الحاضر ما زالت موجودة. فالفن مهم في التوثيق، الفن مهم في الترفيه عن النفس، الفن مهم في الأوقات الصعبة إن هو يطلعك من المود. مرات يكون مودك أنت في حقد زيادة عن اللزوم فتلقى روحك أنت متريح شوية. حتى بنقول على نقطة مش عارف هي اللي نسرك عليها، أغلب الفنانين أو أغلب الفنانين خلينا نقوله بشكل عام، مرات لما يكون في قضية معينة في المجتمع فهو يحاول إن هو يسخر فن هذا لهذه القضية. طبعا. صح. في اللي يكونوا مخلفين مثلا إذا كان مجتمع منقسم مثلا زي مجتمعنا نحن خلينا نحكي منقسم بين مع طرف معين ضد طرف معين. صح. والعكس صحيح. لما الفنان ينجر في انتماء معين ويحاول إن هو يدير عمل معين منتمي إلى طرف دون طرف ثاني، في هذه الحالة كيف يقدر الفنان إنه يطلع من قصة المأزق؟ وهل هو مجبر أصلاً أن يعبر عن المواضيع اللي فيهن فتن وفيهن خلاف؟ أكيد لا، أكيد لا. طبعاً الفنان أولاً لو يبي يكون فنان يكون محايد، ما يكونش مع طرف ضد طرف آخر، لأن الفن لما نقول كلمة الفن معناها كلمة سامية تترفع عن كل شيء، وهي زي ما قلنا صورة يعني مشرقة. بالضبط، مشرقة وعاكسة للجمال يعني. فكيف أنا مثلاً أدير أغنية أو أي عمل ثاني فيه خطاب كراهية أو فيه فتنة، كيف نبي نطلق عليه؟ صح. عمل فن بالضبط. فهذه بالضبط بالضبط. أعتقد أن الفن من أحد رأسها إلى السامية وهي السلام. صح. وهذا نحن ما نبوش أن نحن ننسوه. في عندي سؤال ثاني، دائماً حتى في التعليقات اللي يكون فيه تنمر بشكل كبير جداً، حتى نحن بعد ما ننزله في 218 أي شيء متعلق بالفن زي بدري مثلاً الأخبار الفنية اللي جبناها، في وجدين ورأي معارض بطريقة كبيرة وجازمة أنه يقول لك هذا وقت نحن الناس قاعدة تموت وناس قاعدة ضحايا وناس قاعدة ناس حواوا وإلى آخره، شنو وقت الجيب لي أغاني أو جيب لي رسمة معينة أو جيب لي موهبة معينة حابة أن هي تعزف أو تغني أو تقول أي شيء؟ الحياة مش حتوقف، مش هذا وقتها. شنو الرد المناسب وهل هذه العقلية صحيحة؟ طبعا كل واحد وعقليته، هذه أولا. أوكي. ثاني شيء للفنان دور، كيف أي دور آخر يعني شخص آخر، زي مثلا الطبيب، زي المواطن العادي المدني، يعني وظيفته تحتم عليه إنه هو بالضبط يغني. هو كفنان عنده رسالة، صاحب رسالة فيبي يوصلها للناس. في الفنان تشكيلي يوصل رسالته عبر لوحة، في المغني اللي يوصل رسالته عبر أغنية، في الشاعر كذلك يعني. طيب هل من العيب ان مثلا فنان او فنان معين في وقت يكون في قضيه وطنيه مثلا في دوله معينه، ففنان يحاول يحب ان هو يغني بدل ما ان هو يقاتل مثلا، يحب ان هو يرسم لوحه فنيه معينه بدل ما هو ينجر في ظل مظاهرات او غيره او غيره، حاب ان هو يعطي هذه القضية يقدم من خلال الشيء اللي هو يبدأ كل واحد فيه. يعطي الطريق بالضبط، هو مش غلط الشيء هذا دائما بالضبط. هذا هل هو شيء غلط؟ لأن لا احنا بصراحة في ليبيا نعانوا منها النقطة هذه يعني تقريبا دائما انت شنجرت دائما انك لازم تمشي تحارب بالضبط. انا بنحكي على شيء مرات يكون انا مريت اصلا بتجربة شخصية بالنسبة لي انا بالضبط يعني فترة من الفترات خاصة في ثورة 17 فبراير زي ما احنا نعرفوا انا كنت في شاب وكلنا خذتنا الحمية بحيث أننا نمشي ونقاتل وواوا إلى آخرين. أعتقد أن لو كل شاب بدل ما هو كان يمشي يحارب كان هو تميز في المجال اللي هو وقدم للثورة القضية العامة اللي نحن أصلا كلنا ندافع عليها مثلا على سبيل المثال، فهو كان كل شاب في تخصصه مش لازم يكون حتى فن، في أي تخصص هو فيه يقدم للثورة هذه، مش لازم أنه هو يقاتل وروح تريح حكي. كلامك مزبوط إبراهيم، رأيك مزبوط، إحنا كنا نكملوا بعض، كنا نشاركوا مع بعض في قضية واحدة، ولكن بالزبط. كل واحد من خلال عمله أو من خلال المجال أو من خلال وطنيته اللي تحتم عليه، وهذا واجب أكيد طبيعي يعني. أنت حابة نسألك آخر سؤال، شن حابة توصل من خلال هذا الموضوع؟ إن بالعكس أي شيء جميل نرحبه به في ظل الحرب وفي ظل النفسية الطايحة بالضبط، فمش غلط، مش غلط، بالعكس نفرح ومفروض ونشجع الناس إنهم يطلعوا أحسن ما عندهم. صحيح. شكرا لك على الموضوع الرائع جدا. ونبي نقول شيء ان السنوسي جاد يعني عنده مواهب ثانيه حنسمعها في الحلقات الجايه، هو عازف ممتاز جدا خلينا نقوله على آلة الجيتار، بالاضافه اللي عنده مواهب ثانيه حنتعرفوا عليها اول باول من خلال الحلقات القادمه من برنامج العشيه.